مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه من مؤشر النيله حيث نتابع ونحلل اداء البورصه المصريه. اليوم الاربعاء رابع جلسات الاسبوع سجلت المؤشرات ارتفاعات جماعيه. المؤشر الرئيسي الثلاثيني ارتفع بنسبه قدرها 2.5%، المؤشر السبعيني ارتفع بنسبه قدرها 1.5%. بالنسبه للقطاعات، كان القطاع المتصدر اليوم هو قطاع البنوك، القطاع الذي جاء في المرتبه الثانيه كان قطاع الاغذيه والمشروبات. بالنسبه لاطراف البورصه الثلاثه مصريون وعرب وأجانب، اتجه اليوم المصريون نحو الشراء، لكن الطرفين الآخرين عرب وأجانب اتجهوا نحو البيع. بالنسبة لرأس المال السوقي، اليوم ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 10.6 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 592.8 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه. بالطبع التفاصيل في التقرير، لكن في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفة الحلقة خبيرة أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين الأستاذة داليا السواح. أهلا بك يا أستاذة داليا. أهلا بك. اسمح لنا يا فندم مشاهد التقرير حول أداء البورصة اليوم، ثم نعود لبدء الحوار. مشاهدينا إلى التقرير. انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق اليوم مدعومة بالعديد من الأنباء الإيجابية على الصعيد الاقتصادي الكلي أو أخبار الشركات، وسط تفاؤل بقرار الحكومة بإلغاء الحظر، فضلا عن الإعلان عن موافقة البنك المركزي لصندوق مصر السيادي وشركة هيرمس على الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك الاستثمار العربي. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10.6 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 592.8 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 1.7 مليار جنيه. تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية. كما قفز مؤشر السوق الرئيسي إيجيكس 30 بنسبة 2.5%. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنحو 1.5%. وشملت الارتفاعات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقاً، والذي أضاف نحو 1.9% إلى قيمته. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وأهلا من جديد بخبيرة أسواق المال الأستاذة داليا السواح. أستاذة داليا، بعد عدة جلسات من الانخفاض المتتالي بيسجلها المؤشر الرئيسي الثلاثيني، بيأتي اليوم هذا المؤشر ليقدم ارتفاع. بالأمس كان هناك ارتفاع، لكن اليوم هناك ارتفاع آخر. السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع أستاذة داليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول برسيل اهلا بيك، اهلا بيك. الحقيقه النهارده اللي حصل في السوق من الارتفاع، المؤشر السبعيني النهارده ارتفع بنسبه حوالي 2.5%، المؤشر الثلاثيني ارتفع بنسبه 2.5%، والسبعيني ارتفع بنسبه 1.5%. النهارده الحقيقه كانت شهيه المستثمرين كانت مرتفعه كبير، يعني بدرجه كبيره جدا لعده اسباب. اول حاجه الاجراءات الاحترازيه اللي ابتدت الحكومه تخفف منها امبارح، من التخفيف من ساعات الحظر والرجوع لكافه القطاعات بشكل تدريجي، ده فتح شهيه المستثمرين جدا النهارده على الدخول في السوق مجددا وعمل مراكز ماليه جديده في الاسهم. تاني حاجه كانت موافقه البنك المركزي للمؤسسه الماليه هيرمس والصندوق السيادي على ان هم يعملوا الفحص النافي للجهاله للبنك الاستثمار العربي. ده رجع شهيه المستثمرين تاني من اول وجديد لقصه الاندماج والاستحواذ، لان هيرمس طالبه انها تستحوذ على حوالي 75% من البنك، 50% ليها و25 للبنك السيادي. فطبعا ده كان مؤشر كويس قوي، خلى حتى كمان اسهم البنوك النهارده كلها قطاع البنوك ارتفع بنسبه كبيره. صحيح. جدا بالظبط، نتيجه ان الناس رجعت تاني لفكره الاندماج والاستحواذ والقيمه العادله للاسهم هتبقى شكلها عامل ازاي، خصوصا مع الفتره اللي جايه والدور القيادي الكبير اللي بيأديه البنوك في وقت الازمه حاليا في ازمه كورونا. نعم. طب خلينا نتكلم على المؤشر السبعين اللي محقق يعني طفره ونشاط منذ فتره، اسباب هذا النشاط استاذه داليا؟ بصي هقول لك حاجه، المؤشر السبعيني دايما بيرتفع عند انخفاض السوق. يعني لما بيحصل دايما انهيارات جامده نتيجه ارتفاع لقمه او ظروف طارئه زي اللي احنا موجودين فيها، فيروس كورونا، ده بيعمل بيعظم من خسائر الافراد، فبالتالي بيبتدوا ان هم يغيروا المراكز بتاعتهم ويبتدوا يغيروا حركه الاسهم، سواء اللي شغالين في المؤشر الرئيسي في اسهم المؤشر الرئيسي زي البنوك او قطاع العقارات، ويبتدوا يبصوا لاسهم الافراد، لان المؤشر السبعيني بيطلق
عليه دايما يعني اسهم الافراد. هي الحقيقه بعض الناس بيقولوا عليه اسهم صغيره ومتوسطه، بس هو مش صغيره ومتوسطه، هي اسهم كبيره راس مالها كبير، ولكن حجم التداول الحر دايما بتاعها بيبقى قليل. فدايما المؤشر السبعيني بيبقى يعتبر بيسموه الملاذ الامن للافراد لتعويض خسائرهم سريعا. يعني خلينا نقول برضو هذا المؤشر له علاقة بالمستثمر الصغير إلى حد ما، ليس المؤسسات الكبيرة. بالضبط. صحيح. بالضبط. ده برضو بيخليني أسأل، يعني إذا المستثمر الصغير، إذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقة يعني لها مكانة وتواجد في هذه الفترة الحالية. ده بياخدني إلى بورصة النيل. بورصة النيل هي البورصة اللي بيتم فيها تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة. طبيعة عمل هذه البورصة في هذه الآونة إيه أستاذة داليا؟ والله بصي، بورصة النيل يمكن الشهر ده تمت عامها العاشر تقريبا منذ افتتاحها، بس للأسف واصلين لحوالي أقل من 30 شركة مدرجة حتى الآن، وده ما كانش التطلع اللي كان الهدف الرئيسي اللي اتعمل من خلاله بورصة النيل. بورصة النيل لما اتعملت كانت بالنسبة لنا أو بالنسبة للسوق كله كانت منصة للشركات الصغيرة المتوسطة عشان تقدر تلاقي أداة للتمويل ليها، لأن الشركات دي كانت معروف دايما إن هي بتواجه مشاكل كبيرة قوي لما بتيجي تقترض من البنوك، وعشان تتوسع ده كان بياخد منها، ده كان بيبقى نسبة الريسك بتاعته كانت عالية، عشان كده البنوك كانت ترفض الاقتراض ليها. فبالتالي قامت فكرة بورصة النيل من 10 سنين عشان تساعد الشركات دي على النمو والتوسع. بس الحقيقة هي لما قامت تحفز لها كتير، يعني معظم الشركات، شركات كتير قدمت لها في الأول، لقت نجاح في طفرات، كان نظام التداول كان مختلف كتير عن دلوقتي، دلوقتي تقريبا بقى نظام التداول واحد هي والسوق الرئيسي. ولكن البورصة فقدت السبب الرئيسي اللي تم إدراج الشركات ليها. مش هقولك ان في خلل او التقصير جاي من جهه معينه، في تقصير جاي من الشركات المدرجه فيها، في تقصير جاي بشكل واضح من الشركات التداول الاوراق الماليه اللي بتتداول. لان للاسف في معظم الشركات خصوصا شركات الاستشارات والتداول الاوراق الماليه بتحذر عملائها من ان هم يتداولوا في بورصه النيل نتيجه حجم التداولات اللي هي المحدوده اللي موجوده فيها. طب ده خليني اسال حضرتك، كيف نعيد النشاط لهذه البورصه في هذه الاونه وهذه الظروف؟ بصي، عشان نعيد النشاط تاني لازم نحل الموضوع من جذوره. ما ينفعش نقوم بالترويج بس لبورصة النيل. مشكلة بورصة النيل مش الترويج بس. مشكلة بورصة النيل ان احنا نعيد تسوية المفاهيم تاني عند الناس، ونعرفهم بالشركات كويس قوي، نبتدي نعمل تحليلات ليها. دايما الشركات الكبيرة او شركات الابحاث والاستشارات بتعمل ابحاثها دايما على شركات السوق الرئيسي، وبتتجاهل تماما بورصة النيل حتى لو فيها فرص كويس. مش هقولك ان الشركات اللي فيها ممكن تبقى كويسة زي السوق الرئيسي، فيه كويس وفيه وحش وفيه متوسط، ولكن الفرص الاستثماريه اللي موجوده فيها ما بيقدرش المستثمرين ان هم يشوفوها نتيجه عدم وجود المعلومات. حتى الموقع الرئيسي للبورصه المصريه ذات نفسه ما بيعملش تحديث لاي نشرات سواء دوريه او شهريه للاخبار بتاعه بورصه النيل، وده طبعا بيعمل مشكله مع المستثمرين. المستثمر دايما بيبقى عايز، خصوصا اللي هو عايز يستثمر لفتره طويله، بيبقى دايما حريص ان هو يشوف البيانات والمعلومات الماليه كامله للشركات. فده للاسف مش متوفر بشكل كامل. يعني في المقام الاول الدعايه والترويج لهذه البورصه. قبل الدعاية والترويج تغيير المفاهيم كمان لشركات الأوراق المالية في التعامل، ان هي ما تحاولش انها، يعني في اسهم كتيرة بتبقى موجودة في بورصة النيل بتبقى موجودة في الاسهم الناشطة والمتوسطة. ممكن بتبقى فئة ألف او فئة ب في الاسهم الناشطة، وممكن بيتاخد عليها مارجن بنسبة 80 او بنسبة 100%. للاسف شركات تداول الأوراق المالية بترفض تعمل ده، وده بيعمل مشكلة كبيرة، فبيخلي المستثمر لما يجي يشتري دايما في بورصة النيل بيفكر مليون مرة ايه الفايدة او العائد اللي هيعود عليه. فطبعا بيفضل ان هو يشتري في أسهم السوق الرئيسي عن بورصة النيل. ده سبب رئيسي من الأسباب. طب خلينا نعود بقى للسوق الرئيسي ونتكلم عن حجم التداولات اليوم. النهاردة حجم التداولات كان مرتفع الحقيقة، الحجم الكلي كان 1.7 مليار جنيه. تمام. بصي، احنا من ساعة مبادرة الحكومة بتخصيص 20 مليار جنيه للسوق المصري، واحنا بصراحة بنشهد تداولات ما شفناهش الفترة اللي فاتت كلها. يمكن بس اللي محجمنا كمان عن الارتفاع اكتر من كده هو المبيعات المكثفة للأجانب. الحقيقة لولا 20 مليار اللي دخلوا والثلاثة قبلها 3 مليار دخلوا ودخول البنوك بشكل قوي جدا والبنك المركزي، ده بصراحة اللي دعم السوق بشكل يعني ممتاز. لولا المبالغ دي احنا كان ممكن نوصل لل 6000. البنوك عندها المؤسسات الأجنبية والأجانب عندهم تحفظ شديد جدا، عندهم حالة خوف عامة من السوق المصري وبقية الأسواق، بيحاولوا يسيلوا بكمية كبيرة قوي. احنا لغاية 3 أيام فاتوا تقريبا وصل مبيعات الأجانب من أول السنة حوالي 9 مليار جنيه. وده رقم ضخم طبعا بالنسبة لنا جدا. بس أعتقد إن هم أول ما يحسوا إن الدنيا ابتدت تستقر سواء على مستوى كورونا أو على مستوى ملف سد النهضة أو على الحدود الغربية بتاعتنا، أعتقد إن هم ما عندهمش ساعتها مشكلة إن هم يخشوا بأسعار عالية أكتر بكتير، بس المهم إن هم يبقى
يبقى عندهم حالة استقرار نفسي. نعم. طب خلينا برضو نتحدث بصورة أكثر تفصيلا عن أداء أطراف البورصة الثلاثة، مصريون وعرب وأجانب. يمكن تحدثت عن الأجانب المصريين، المصريين النهاردة متجهين نحو الشراء ومنذ فترة الحقيقة. المصريين على غير العادة من شهر تقريبا ثلاثة، من ساعة ما الحكومة المصرية أعلنت عن مبادرة العشرين مليار، وهم عندهم ثقة غير طبيعية بالسوق المصري. فداخلين فعلا. بصي أنت دايما بتتعاملي مع سيكولوجية المستثمر، سيكولوجية مع يعني نفسيته أخبارها إيه. فهو مدام حاسس أنه هو مطمن فهو بيخش زي ما بيقولوا بقلب جامد. وده اللي احنا كنا محتاجينه، لأن احنا الفترة اللي فاتت كان عدد التكويت بتاع البورصة المصرية للأفراد المستثمرين المصريين كان نزل بشكل رهيب جدا. فالفترة دي بصراحة دخول المستثمرين المصريين الأفراد هو اللي مدعم البورصة مع الدعم الحكومي كمان المقدم خلال الفترة دي. نعم. حضرتك ذكرتي أحد الأسباب وقد يكون أهم الأسباب وراء انتعاش البورصة مؤخرا، وهو ضخ الاستثمارات اللي ضختها الحكومة في الآونة الأخيرة. هناك الحقيقة إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة أيضا كان من شأنها تنشيط البورصة، على رأسها ما يتعلق بضريبة الدبخة. رأي حضرتك؟ بصي أي قرار دلوقتي يتعلق بيتعلق بالمستثمرين اللي موجودين دايما يبقى لازم القوانين اللي بتصدر لازم تبقى حريصة جدا على المستثمر اللي شغال في البورصة المصرية، سواء في البورصة المصرية أو في أي بورصة تانية. فما كانش ينفع أبدا أن يتم ارتفاع للضريبة أو تحصيل لأي نوع من الضرائب في الفترة دي، خصوصا مع الجائحة بتاعة كورونا. الوضع صعب والأسواق كلها بتدور على أي تحفيزات تعملها عشان تشجع الاستثمار. فده بصراحة كان حل بالنسبة لنا أمثل، إن هم يخفضوا الضريبة. ده فرق كتير سواء مع الأفراد أو مع الأجانب، خصوصا أنه هو كمان بيدي ثقة. عدم تغيير القوانين كل شوية ده بيساعد على أنه هو يدي ثقة وسبورت جامد للسوق. نعم. طب خلينا نتكلم بقى على أداء القطاعات. قطاع البنوك تصدر النهاردة، بالأمس الحقيقة ما كانش متصدر على غير العادة، ولكنه رجع النهاردة وتصدر. قطاع الأغذية والمشروبات أيضا. تمام. بصي قطاع الأغذية انت عندك كذا قطاع المفروض ان هو شغال الفترة الجاية بطريقة يعني بأداء ممتاز، وهيشهد ارتفاعات اعتقد كويسة قوي، سواء قطاع المشروبات والأغذية، سواء قطاع الرعاية الصحية، سواء قطاع البنوك مع صفقة هيرمس. الثلاث قطاعات دول منتظر ان هم يشهدوا طفرة الفترة الجاية قوية جدا، خصوصا مع النتائج الربع الثاني 30/6 لما هتظهر بإذن الله هتشهد طفرة. لان على الخلاف قطاع سواء قطاع المقاولات او قطاع أو قطاع العقارات أعتقد أنه هو هيشهد انخفاض ملحوظ في حجم أرباحه. نعم. طب خلينا نتكلم على أسعار الذهب وأسعار النفط وتأثير هذه الأسعار على أداء البورصة. الذهب مستمر في ارتفاعه، النهاردة الحقيقة النفط يعني استقر السعر. الذهب دايما الملاذ الامن لاي مستثمر في اي ازمه او جائحه زي اللي احنا موجودين فيها، بيبقى الذهب الملاذ الامن. فلجوء المستثمرين الفتره اللي فاتت لشراء الذهب هو ده اللي ساعد على ارتفاعه، واعتقد ان احنا لسه عندنا مزيد من الارتفاعات في الذهب. النفط انت عندك مشاكل الدول المسؤوله عن النفط سواء السعوديه او امريكا او روسيا، في خلافات حاده جدا. المخزون النفطي في امريكا النهارده بقى النهارده لما اعلنوا المخزون بتاعهم كان ازيد من المتوقع، فأعتقد أن النفط هيشهد انخفاضات الفترة الجاية. نعم. طب بالنسبة لي برنامج الطروحات المتوقع أن يتم في الفترة المقبلة، هناك أصوات بتنادي بتأجيل هذا البرنامج، رأي حضرتك إيه؟ بصي أنا فعلا مع الأصوات اللي بتنادي بتأجيله، إلا إذا لما تبان بس في السوق المصري إشارة بعودة المستثمرين الأجانب للشراء مرة تانية. نعم. لأن هو ده اللي هيعمل دعم قوي جدا للسوق وهيساعده أن هو يخترق النقاط اللي هو موجود عليها حاليا ويطلع لنقاط تانية جديدة. نعم. طب خلينا نتكلم برضو على الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة مؤخرا من أجل التعايش مع فيروس كورونا وتأثير هذه الإجراءات على أداء البورصة. يعني خليني أسألك سؤال مباشر، هل استوعبت السوق المصرية سوق البورصة المصرية أزمة كورونا بالفعل؟ استوعبت هذه الأزمة وتداعيات هذه الأزمة؟ هقول لك حاجة، هي دايما الأزمة لما بتتولد بتبقى كبيرة. نعم. وهو ده اللي حصل فعلا. جه اول ما الازمه ابتدت تظهر في مارس، هي الازمه الحقيقه الامر انها موجوده من شهر 12 في العالم، بس هي تفاقمت جدا وبنت ظهرت عندنا جدا في شهر مارس واواخر شهر فبراير. حصل بانيك جامد جدا في السوق من قبل المستثمرين، خصوصا مع بدايه حظر التجول، لان دي حاجه ما كانش حد متعود عليها قبل كده حتى مع اصعب الظروف. فالاجراءات الاحترازيه اللي اتخذت خلت سببت حاله صدمه وذعر للمستثمرين.
المصريين، إلى أن ظهرت قرارات الحكومة بتخصيص 20 مليار جنيه للبورصة المصرية. ده يعني غير الدفة تماما وخلى الناس تتجاهل الموضوع، ومع الوقت الناس بقت عايشة دلوقتي في حالة تكيف مع المرض، لأن خلاص هم يعني إحنا خدنا زي ما بيقولوا الصدمة الكبيرة في الأول، بعد كده خلاص الناس اتعودت على الوضع، بقت الناس بتلبس الكمامات والجلافزات في الشارع زي يعني زي بالظبط ما ماسك الموبايل في إيده، فبقى الموضوع بالنسبة لهم بقى أقرب إلى ما يكون طبيعي. يعني ندعو الله بس إن ما يحصلش موجة تانية زي ما يعني كنا بنسمع اليومين اللي فاتوا، عشان ما يبقاش ليها تأثير سلبي أكتر. إن شاء الله لن يحدث موجة ثانية إن شاء الله. طب أستاذة داليا، يعني تحدثنا عن كثير من الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة من أجل التعايش مع فيروس كورونا، من أجل تنشيط البورصة، هل هناك آليات جديدة بطري أنه من المفترض أن يتم اتخاذها حتى يتم التعامل مع هذه الظروف الحالية؟ اه طبعا. بصي احنا المفروض ان احنا دلوقتي شغالين في مبلغ مخصص من قبل الحكومه اللي قلنا عليه اللي هو ال 20 مليار. الى ان ينفذ ال 20 مليار صعب ان احنا نطالب الحكومه بمزيد من الدعم. لان الحكومه دلوقتي عندها قطاعات اهم بكتير زي القطاع الصحي اولى بالدعم. ولكن اللي احنا بنطلبه دلوقتي من البورصه ومن الرقابه الماليه تفعيل بقيه اليات السوق زي صانع السوق. صانع السوق من ساعه ما الرخصه بتاعته نزلت في السوق المصري تقريبا ما فيش غير شركه واحده بس هي اللي خدته. وبتجربه صانع السوق ورخصه صانع السوق في الدول الخليجية والدول الأخرى أثبتت نجاح كبير جدا. للأسف عندنا كانت حجة الشركات المقيدة، شركات الأوراق المالية، إن السيولة مش مساعدة إن هم يخشوا يحصلوا على الرخصة دي. ولكن دلوقتي إحنا سليتنا عمرنا ما كانت السيولة بتاعتنا بتوصل لمليار ومليار وسبعمائة مليون، ده رقم بقى كويس جدا بالنسبة لنا. فأعتقد إن حان وقت إن إحنا نفعل دور صانع السوق، لأن صانع السوق في الأول وفي يعني في الأول وفي الآخر هو مش دوره التلاعب في الأسهم، هو دوره الحفاظ على استقرار الأسهم. يعني على وشك أن أسألك، يعني تحدثينا بمزيد من التفاصيل عن صانع السوق. صانع السوق بيساعد على استقرار السوق، بيساعد على استقرار الأسهم، بيقلل زي بالضبط الأوقات الأولانية، الأيام الأولانية اللي حصلت في السوق لما بيوصل للمستثمر لحالة من البانيك، فبيحاول إن هو يبيع حتى هو من غير ما يفكر. فصانع السوق المفروض إن هو الميزان، هو اللي بيوزن الانخفاض ده، بيحاول دايما إن هو يوجد قاع للمستثمر وما يسيبوش إن هو يفضل يبيع والأسهم توصل لمستوى متدني، خصوصا لما توصل لأقل من قيمتها العادلة أو قيمتها الإسمية. فهو بس مجرد وجوده هو بيصنع الاتزان ده. زائد كمان إن في تجربة دول الخليج عملتها والدول الخارجية، إن سمحت لصانع السوق إن هو يشتري أسهم خزينة للشركات. ودي كانت فرصة كويسة قوي، لأن معظم الشركات بتبقى شايفة انخفاض في أسهمها أو عدم تداول للأسهم دي، فبيبقى بيحاول إن هو بيبقى عايز يدعم السهم بتاعه بس ما معهوش السيولة الكافية. فالفكرة دلوقتي إن هو يخلي صانع السوق هو اللي يشتري أسهم الخزينة مقابل فيز معينة أو كوميشن معينة، دي فكرة كويسة جدا. طبعا ياريت إن احنا نبتدي ندرسها ونبص عليها. نعم. طب خلينا نتكلم بقى يعني عن توقعات حضرتك بإذن الله للفترة القادمة، الأسبوع المقبل، توقعاتك لجلسة الغد أولا ثم الأسبوع المقبل بإذن الله. بصي، متوقع لجلسة الغد والأسبوع اللي جاي إن شاء الله تحديدا لغاية نهاية الأسبوع القادم إن احنا نوصل لمستوى 11200 ونعيد اختباره تاني من أول وجديد. اعتقادي الشخصي إن هنفضل فترة في الاتجاه العرضي اللي هو ما بين 10800 ل 11200 إلى أن يبدأ شراء للأجانب من أول وجديد. نعم. طيب خلينا برضو نتكلم قبل ما نختم كده عن الأسهم القيادية سريعا كده، وتحليلك لهذه الأسهم، تحليلك لأدائها النهاردة يعني بصورة طبعا كالعادة هو السي اي بي بنك سي اي بي وحديد عز وطلعت مصطفى. طلعت مصطفى ارتفع النهاردة بنسبة 10% تقريبا. السي اي بي ارتفع بنسبة حوالي 2.5%، حديد عز كذلك. للأسف هي الأسهم دي اللي بتتحكم في المؤشر التلاتيني، وهي واخدة أكتر وزن نسبي فيها. لو استمر قطاع العقارات في الارتفاع ده هيساعد المؤشر كتير ان هو يكسر ال 11200. لو قطاع العقارات اندمج مع قطاع البنوك ده ممكن يعمل طفره كويسه قوي الفتره الجايه ان شاء الله. استاذه داليا السواح، خبيره اسواق المال وعضو الجمعيه المصريه للمحللين الفنيين، شكرا جزيلا. اشكرك. شكرا يا فندم. مشاهدينا، انتهت حلقه اليوم المؤشر النيل، غدا باذن الله حلقه جديده وفريق عمل جديد، فالى اللقاء.